يتجه الحزب الديمقراطي إلى الاحتفاظ بسيطرته على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد فوزه بولاية نيفادا، حيث من المتوقع أن تهزم السيناتورة كاثرين كورتيز تهزم منافسها الجمهوري ألم لاكستات المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه النتائج تمثل أفضل أداء في انتخابات التجديد النصفي للحزب الديمقراطي. زعيم منذ أكثر من 20 عاماً، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إن النتائج تظهر أن الشعب الأمريكي رفض ما أسماه بالخطاب العنيف للحزب الجمهوري. في المقابل يتجه الحزب الجمهوري للسيطرة على مجلس النواب، لكن ليس بفوز كاسح كما روج له الحزب وكما تنبأت استطلاعات رأي قبل الانتخابات. ترامب تعرض لخسارة كبيرة بعد الهزيمة التي تعرض لها المرشحون الذين دعمهم في هذه الانتخابات. رحب بالكاتب وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي في فيرجينيا أستاذ نعمان أبو عيسى. أستاذ نعمان أهلا بك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. بداية، كيف تعلقون في الحزب الديمقراطي على هذه النتائج، وهل فعلا كما ذكرنا في المقدمة هي أفضل نتائج لكم منذ 20 عاما؟ نعم، نتائج إيجابية جدا، وإن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ حدث تاريخي سيساعد الرئيس بايدن في استمرار حكمه ومشاريعه في أمريكا، وأيضا خسارة كبيرة للرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان يتظاهر بأنه الرابح ولكنه كان الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، ويعني يريد أن يرشح نفسه للرئاسة بعد سنتين بشكل سريع قبل أن يسابقه مرشحين آخرين من الحزب الجمهوري، ولكن الحزب الديمقراطي سعيد جدا بهذه النتائج. طيب، لكن المجلس النواب ما زال بيد الجمهوريين، يعني هل يمكن القول بأنه بالنسبة للرئيس الحالي مجلس الشيوخ أهم من مجلس النواب؟ طبعا مجلس الشيوخ أهم من مجلس النواب، ولكن مجلس النواب كان يعني التوقعات أن يذهب إلى الحزب الجمهوري بعدد كبير أكبر بكثير من الأرقام الحالية، وأن بعض الجمهوريين منقسمين وضد الرئيس ترامب سيصوتون مع الرئيس مع المشاريع الديمقراطية، ويمكن أن يمرروا بعض المشاريع وليس كل المشاريع، وهذا ما يتمناه الحزب الديمقراطي، لأن الأكثرية قليلة جدا وعدد قليل على الأصابع يعني للجمهوريين الزائدين على الديمقراطيين، وسيعملوا مع الحزب. يعني أيضا الرئيس بايدن هو رئيس توسطي وليس رئيس متطرف، عمل مع الجمهوريين التقليديين في الماضي، ويريد أن يعمل معهم أيضا في الحاضر والمستقبل، وأن الديمقراطيين نفسهم الجمهوريين نفسهم منقسمين بين متطرفين مع الرئيس ترامب وتقليديين. هل هذا الانقسام داخل صفوف الحزب الجمهوري هو السبب الأبرز لهذه النتائج عموما غير المتوقعة؟ نعم، هذا هو السبب الأبرز، لأن الرئيس ترامب لم يحظى بالتأييد الذي كان يتمناه، وإن الرئيس ترامب قد خسر الانتخابات منذ عامين ولكنه لم يعترف بها وفكر أنه هو الرابح وهو محبوب من الجماهير، ولكن الجماهير صوتت بشكل واضح ضد الرئيس ترامب وضد مرشحين الذي دعمهم الرئيس ترامب أيضا، فهذا دليل واضح، وأن بعض الجمهوريين قد صرحوا بشكل واضح أنهم لن يدعموا الرئيس ترامب ويريدون أوجه جديدة في الحزب، حتى أن رئيس ترامب نفسه وفي داخل عائلته منقسمة على الترشح الذي يريد. ولكن مع ذلك يعني كثير من المؤشرات تشير بأن ترامب لن يتراجع كعادته وسيحاول أن يشق طريقا للبيت الأبيض، هل تعتقد بأن هذا ما زال ممكنا؟ لا أظن أن ذلك ممكن، ولكن أتفق معك أن رئيس ترامب سيحاول وسيجري على هذا الطريق للترشيح للبيت الأبيض، ولكنه إذا يعني خسر مساعديه سوف يتطرف أكثر، وهو باتجاه هذا التطرف الأكبر، والشعب الأمريكي حساس لهذه الأمور ولن ينتخب رئيسا متطرفا، لقد يعني فشل في الانتخابات منذ عامين وسيفشل أيضا في المستقبل إذا رشح نفسه. بايدن عبر عن ارتياحه لهذه النتائج، لماذا؟ ما الذي يجعله مرتاح من هذه النتائج فيما تبقى من فترته الرئاسية؟
يعني لأول مرة كما ذكرتم منذ 20 عاما يربح الحزب الديمقراطي مجلس الشيوخ بوجود رئيس ديمقراطي. إن الشعب الأمريكي في العادة يحاول أن يوازن الحكومة بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولكن في هذه الحالة بسبب وجود رئيس السابق ترامب يعني صوتوا بشكل أكبر بكثير للحزب الديمقراطي، وهذا سبب ارتياح الرئيس بايدن وتفاؤله في الانتخابات القادمة أيضا بعد عامين. الآن هذه النتائج ما هو تأثيرها على الحزب الجمهوري بعيدا عن ترامب؟ يعني كيف سيؤدي الجمهوريون سواء في مجلس الشيوخ أو في الحزب أو في مجلس النواب واجباتهم؟ يعني الحزب الجمهوري وبعضهم قالوا بشكل واضح أنهم سيعاكسوا مشاريع الرئيس بايدن وسيوقفوا المشروع المشاريع الديمقراطية في أمريكا، ولكن الشعب الأمريكي سيجبرهم على التعامل مع الإدارة الحالية إدارة بايدن للاستمرار في تصليح الاقتصاد وزيادة يعني الامبلويمنت او العمل في امريكا، وهذا ما يعمل عليه الرئيس بايدن لمصلحه الاقتصاد الامريكي ومصلحه الشعب الامريكي، وسيجبر الديمقراطيين للعمل معه في بعض هذه الامور من الناحيه الصحيه ومن نواحي اخرى في المجتمع الامريكي. هل تعتقد ان هذه النتائج ستشجع الرئيس بايدن على الترشح مره اخرى؟ يعني اظن ان الرئيس بايدن قال انه سيرشح نفسه مرة أخرى، وسنرى النتائج طبعا بعد فترة، وأظن أنه سيرشح نفسه بعد فترة قليلة. انعكاس هذه النتائج أستاذ نعمان على الشرق الأوسط، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات النصفية على السياسة الخارجية لأمريكا؟ يعني الرئيس بايدن لم يكن على علاقة جيدة مع رئيس وزراء نتنياهو في إسرائيل، وأتى الرئيس يعني نتنياهو وصل إلى السلطة نعم مجددا، أتى إلى واشنطن وحاول يعني الضغط على الرئيس أوباما ونائبه في ذلك الوقت الرئيس بايدن، فهذا سيشكل يعني بعض الأمور، وأن الرئيس بايدن حاول أيضا الاستمرار في الاتفاق مع إيران من الاتفاق النووي وذلك لم يجري، ولكن الرئيس بايدن يعلم بشكل جيد أن الشرق الأوسط مهم جدا من ناحية الطاقة والنفط، وأنه سيعمل مع كل المصدرين للنفط بشكل إيجابي للمحافظة على مستوى تصدير النفط واستلام في هذه المنطقة للفترة الحالية، لأن هناك حرب بين روسيا وأوكرانيا وهذا يؤثر بشكل كبير على مصادر النفط في العالم. الآن ما تأثير ذلك على معلومات تتحدث وهي تقارير أمريكية عن وجود لوبي إماراتي تحديدا يحاول أن يؤثر على سياسة أمريكا الخارجية؟ نعم هناك يعني لوبي عربي، ولكن اللوبي الإسرائيلي أو الصهيوني يعني قادر أكثر بكثير وله جذور أعمق بكثير من اللوبي العربي. أتمنى على اللوبي العربي أن يكون أكثر فعالية في واشنطن ويشكل الضغوط يعني لمصالح أمريكا ومصالح الشرق الأوسط، لأن مصالحنا تتفق مع بعضها في عدة مجالات. لكن هذا التقرير يذهب غير ذلك، يعني ربما يلتقي أصلا مع اللوبي الإسرائيلي ولا يتحدث عن المصالح العربية. وهنا السؤال، هل ما أشارت إليه تقارير كثيرة أمريكية إلى تقارب بعض الدول الخليجية ومنها الإمارات والسعودية مع الجمهوريين سيؤثر على خيارات الرئيس الحالي جو بايدن مع هذه الدول في سياسته الخارجية؟ يعني اذا كانوا يحاولوا ان يكونوا يضغطوا على او يطلبوا مساعده الجمهوريين، فان الجمهوريين ليس لهم يعني ايدي قليله جدا في واشنطن الان، يعني نعم يسيطروا على مجلس النواب ولكنهم لن يسيطروا على مجلس الشيوخ وعلى الاداره الامريكيه، وهذا سيجبرهم التعامل مع الرئيس بايدن للعامين القادمين ويمكن اكثر من ذلك، يمكن ان يكون 6 اعوام قادمه ايضا. ما تأثير ربما الصوت العربي والصوت المسلم في هذه الانتخابات الأخيرة؟ لاحظنا بأنه عدد من النواب الذين يمثلون ولايات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية من أصل عربي فازوا بمقاعد في المجلس النيابي في
في مجلس النواب. نعم، عدد كبير من العرب عادوا إلى مجلس النواب وانتخبوا أيضا في الانتخابات المحلية في عدد كبير من الولايات، ولهم دور يتصاعد نموا. إن عددهم، عدد العرب يعني بحدود 3 ملايين، وعدد المسلمين في أمريكا أكثر من 6 ملايين. لهم وجود قوي في أمريكا، ونعمل على الأرض لنكون فاعلين في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري وفي السياسة الأمريكية، وبالأخص في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك. عن الحزب الديمقراطي الأمريكي أستاذ نعمان أبو عيسى، كنت معي من فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. بهذا نصل إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم. بإمكانكم متابعة البث المباشر لقناة الحوار على موقعنا في يوتيوب، كما بإمكانكم التواصل معنا عبر منصتنا المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.